بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في النهي عن الدخول على المعذبين ومشاركتهم في أماكنهم مثل أرض الحجر وبابل، ثم قال رحمه الله: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غرض المؤلف الشيخ رحمه الله من هذا أن يؤكد النهي عن التشبه بالكفار عموما، حتى مشاركتهم في المواطن التي عذبوا فيها، فإنه ينبغي لنا أن نتجنبها لأنها مواطن عذاب، فيخشى أن ينزل علينا فيها العذاب كما نزل عليهم، والدخول فيها والبقاء فيها والاستقرار فيها فيه تشبه بهم من هذه الناحية. فإذا كانت البقاع التي أصلها أنها مباحة وأنها طاهرة وأنها مباحة للجميع، إذا كان الأمر كذلك، لكن لما سكنها الكفار ونزل عليهم فيها العذاب نهينا عن مشاركتهم فيها، إذا كان هذا في البقاع فمشابهتهم في الأعمال من باب أولى، كالتشبه بهم في اللباس، تشبه بهم في أعيادهم البدعية، تشبه بهم في طقوسهم التي يستعملونها وشعاراتهم التي يستعملونها في عباداتهم، لأن التشبه بهم في الظاهر كما قال الشيخ يدل على محبتهم في الباطن، ومن أحبهم في الباطن فقد قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا هو الغرض من إرادة الشيخ رحمه الله لهذه المسألة، أن التشبه بهم في الأعمال أشد من التشبه بهم في البقاع ومشاركتهم في البقاع. مشاركتهم في الأعمال الخاصة بهم أشد من تشبه بهم في البقاع التي أصلها مباح وأصلها أنها طاهرة، لكن عرض لها ما عرض من تعذيبهم فيها، فهذا مما يدل على الابتعاد عن مشابهة الكفار وتأكد ذلك. والمسلمون ليسوا بحاجة إلى التشبه بالكفار، الحمد لله،
لأن الله أغناهم بالإسلام وأعزهم بالإسلام، قال لهم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فكيف يتشبه من من الله عليه بالكرامة والرفعة بالمهان الذليل؟ هذا تنازل وكفران لنعمة الله عز وجل من ناحية، وهو أيضا يدل على محبتهم من ناحية أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. نعم، وهذا تقرير أيضا لهذه المسألة، وهي قطع التشبه، تشبه المسلمين بالكفار، فإنه يقول كما سبق: إذا منعنا من المشاركة لهم والتشبه بهم في سكن البقاع التي عذبوا فيها، فالنهي عن مشاركتهم في الأعمال التي لا يقرها ديننا ولم يأتي بها ديننا من باب أولى. ثم إن هذا التشبه منه ما هو تشبه بهم في عباداتهم التي نسخت أو التي ابتدعوها من عندهم، وإما تشبه في صفاتهم وعاداتهم، وإما تشبه بهم في شعاراتهم الدينية، وإما تشبهم بهم فيما هو وسيلة إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار بأنواعه كلها وما يؤدي إليه. وكما ذكرنا أن المسلمين ولله الحمد ليسوا بحاجة إلى التشبه بالكفار في هذه الأمور التي هي خاصة بهم، فإن التشبه بهم فيها فيه تبعية للمسلمين للكفار، والمفروض العكس، أن يكون المسلمون هم القدوة لا أن يكون الكفار هم القدوة. وأما الأخذ بالأمور النافعة فهذا ليس تشبها بالكفار، لأن الأمور النافعة أصلها للمسلمين، ولكن لما أن كثيرا من المسلمين تكاسلوا عنها أو ابتعدوا عنها وأخذها الكفار، فهذا لا يجعلها خاصة بهم أو أنها لهم، لأنها في الأصل للمؤمنين، والأخذ بها ليس من باب التشبه، وإنما هو من باب الانتفاع، فللمسلمين نفع في ذلك وفيه قوة لهم. أما التشبه بهم في التوافه والأشياء التي لا قيمة لها، فهذا ليس فيه إلا التبعية فقط، وليس فيه نفع للمسلمين، بل فيه ضعف ووهن للمسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولئن نازع فيه، يعني في أن هذا العمل لا يكون إلا كذلك، فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال يعني المخالفة أقرب من حصولها في المكان. قال: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ نعم، فيقرر أن التشبه بالكفار في أعمالهم أشد من التشبه بهم في المواطن التي سكنوا فيها ونزل عليهم فيها العذاب. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: التشبه بالأنبياء والمرسلين والصالحين في أعمالهم وعباداتهم أنفع للمسلم من التشبه بالأنبياء والمرسلين والصالحين في أعمالهم العادية
من لباسهم ومشيهم وغير ذلك. وإن كان التشبه بالصالحين صلاح كما قال الشاعر: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبههم بالصالحين صلاح. نعم، لأن التشبه بهم في الظاهر، التشبه بالصالحين في الظاهر يدل على محبتهم وموالاتهم في الباطن، وهذا من الدين. فإذا كان هذا في التشبه النافع والمفيد أن بعضه أولى من بعض وآكد من بعض، فكذلك النهي عن التشبه بالكفار وأعداء الله بعضه أشد من بعض. نعم. قال: وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب بن الجراشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وهذا إسناد جيد. ثم ذكر رجاله. نعم، هذا هو الأصل في تحريم التشبه بالكفار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يدل على أن التشبه بهم في الظاهر يجعل الإنسان منهم. وهذا يختلف باختلاف التشبه، قد يكون منهم في الكفر ويكون كافرا إذا تشبه بهم في عبادة القبور والاستغاثة بالأموات والذبح لغير الله، فهذا تشبه يقتضي الكفر والعياذ بالله. وقد يكون بدعة، وقد يكون بدعة ووسيلة إلى الشرك، وذلك كالدعاء عند القبور، الصلاة عند القبور، والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهذا وسيلة إلى الشرك، وليس هو في نفسه شركا، وإنما هو وسيلة إلى الشرك. وقد يكون محرما كالتشبه بهم في اللباس والمشي والكلام، لأن ذلك يدل على تعظيمهم، فإنه لا يتشبه بهم إلا من يعظمهم، ولا يجوز تعظيم الكفار قد أهانهم الله. والقاعدة المعروفة الاجتماعية أن الأضعف يقلد الأقوى، هذا من ناحية. والناحية الثانية وهي أعظم، أن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم في الظاهر. فالتشبه آفة خطيرة، وقد يجر إلى المحذور، وإن لم يكن هو في نفسه محذورا لكنه يجر إلى المحذور. والمباح إذا كان يؤول إلى حرام أو وسيلة إلى حرام فإنه يحرم سدا للذريعة. فعلى كل حال، تشبه بهم فيما هو من خصائصهم ممنوع، وهو يختلف من ناحية الحكم كما ذكرنا. والقاعدة هو هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وكونه منهم يختلف باختلاف أنواع التشبه كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس، وقال عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. نعم، هذا رد من الشيخ على من يطعن في سند هذا الحديث، حيث بين أن سلسلة الرواة الذين رووه كلهم ثقات
مقبولون عند الأئمة فلا مطعن فيه، والحمد لله. نعم. قال: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه هي القاعدة المشهورة من كلام الشيخ رحمه الله، أن هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحواله في الدلالة أن يدل على تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره أنه يقتضي كفر من تشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكما ذكرنا وأسلفنا أن التشبه يختلف، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو بدعة، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو وسيلة إلى هذه الأشياء. فالتشبه بجميع أنواعه ينبغي الابتعاد عنه، والمسلم قد أغناه الله بهذا الدين وأعزه الله بالإسلام من أن يتشبه بأعداء الله وأعداء رسله، والذين أهانهم الله عز وجل وأذلهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. نعم. حديث عبد الله بن عمرو: من بنى بأرض المشركين، يعني سكن، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وهما عيدان للكفار، عيد النيروز ويكون في أول فصل الخريف، وعيد المهرجان ويكون في أول فصل الربيع. النيروز والمهرجان يومان من أيام أهل الجاهلية ومن أيام الفرس والأعاجم، يصنعون فيهما عيدا لهم، ولا يجوز التشبه بهم في أعيادهم. وقد جعل الله للمسلمين عيدين عظيمين: عيد الفطر بعد أداء ركن الإسلام وهو صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، والذي أنزل الله قبله بيوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: أوجد أهل المدينة يحتفلون بالنيروز والمهرجان؟ قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان العيدان العظيمان اللذان فيهما عبادات عظيمة لله عز وجل. هذا هو الإسلام، قد أغنانا الله حتى عن أعيادهم، فجعل لنا عيدين شريفين نظهر فيهما الفرح المباح بنعمة الله عز وجل، ونتوسع فيهما في الأكل والشرب وما أحل الله لنا، وفي هذا غنى عن أعياد المشركين والأعاجم والكفار التي ليس فيها إلا الضرر والشرك والبدع والشرور واللهو واللعب. فالإسلام غني بتشريعاته، حتى في الأعياد غني عن أعياد الكفار وعن أمور الكفار. فلله الحمد والمنة على ما أنعم. هذا معنى ما صنع نيروزهم ومهرجانهم، وكان معهم حتى يموت، يعني استمر في بلادهم ومشاركتهم في أعيادهم البدعية، حشر معهم يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، أنه مسلم ويحشر مع الكفار. لماذا؟ لأنه سكن معهم وعاش معهم في الدنيا ولم يفارقهم،
فعاقبه الله عز وجل بأن حشره معهم يوم القيامة في الهوان والعذاب، وهذا وعيد شديد يدل. ولهذا أوجب الله الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، ونهى أن يقيم المسلم بين ظهراني المشركين. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين وهو يقدر على الهجرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: حشر معهم. هل حشر معهم لأنه كافر وحكمه حكمهم في الآخرة، أو حشر معهم من باب الوعيد ويكون بقدر تشبهه من بدعة أو معصية أو وسيلة إلى المعصية؟ لأنه كما سبق أن التشبه اختلف حكمه باختلاف أنواعه كما سبق. نعم، فهذا الحديث محتمل، احتمل أنه يحشر معهم لأنه كافر، كما في قوله فهو منهم، يحتمل أنه منهم بالكفر وأنه كافر، ويحتمل أنه منهم في بعض الأشياء وليس في كل الأشياء، وإنما هو منهم في بعض ما يشابههم فيه. نعم. قال: وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها. نعم، العلة الجامعة أن التشبه يحرم لأنه تشبه، هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فرتب الحكم فهو منهم على التشبه، دل على أن التشبه هو العلة لكون الإنسان يكون من الكفار أو يحشر مع الكفار، العلة هي التشبه. نعم. قال: والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة. هذا فيه فرق بين التشبه المتعمد والتشبه غير المتعمد. التشبه المتعمد لا شك في تحريمه، لأنه صادر عن نية وقصد، وحكمه يختلف كما سبق في الغلظ أو ما هو دون ذلك كما سبق. وأما إذا فعله وهو لا يدري أن هذا من فعل الكفار ولا من صنيع الكفار، لكن هو في نفس الوقت موافق لما عليه الكفار، فهذا محل نظر، هل يحرم نظرا لكونه من صنيع الكفار ولو لم يقصده، أو هو لا يحرم نظرا لأنه لم ينوه ولم يقصده. وعلى كل حال فالنهي عنه من باب سد الوسائل المفضية إلى المحذور، يتجنبه على كل حال، وإذا تبين له أنه من فعلهم فإنه يتأكد عليه تجنبه والابتعاد عنه. نعم. قال: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عنه عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. ينهى عنه من باب الاحتياط، ولو قال أنا لم أقصد، كونه لم يقصد هذا قد يعفيه من الإثم والعقوبة، لكن صورة العمل فيها تشبه. نعم. فالابتعاد عنه من باب سد الوسائل المفضية إلى المحذور. نعم. قال: ولما فيه من المخالفة
كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. مما يدل على الاحتمال الثاني وأنه محرم ولو لم يقصد تشبه بهم، أو مما يدل على أنه منهي عنه ولو لم يكن محرما بل يكون مكروها كراهية تنزيه، أن الله نهانا عن موافقة الكفار في الشيب. الشيب ليس من صنيعنا، ولا هو من صنيع الكفار أيضا، وإنما هو خلقة خلقها الله، لكن لما كان الكفار لا يصبغون لحاهم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ اللحى مخالفة لهم، فمخالفة الكفار أمر مقصود للشارع حتى في الأمور التي هي ليست من أفعالنا. والصبغ كما سبق لا يكون بالسواد، وإنما يكون في لون غير السواد، قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، والمراد السواد الخالص. أما السواد الذي يضرب إلى الحمرة أو إلى الصفرة فهذا لا مانع منه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، للشيخ الإسلام ابن تيمية، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.